نارين بيوتي تطرد إخوانها من البيت بدبي. لا 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 والله خلاص والله هشيله والله لازم تشيله. قبل فترة انضمت كل من شيرين وسيدرا لنارين بدبي ليتبعهم كل من جلال وشيرو واصدقائهم بعد اسابيع قليلة، فهون بلشت مغامرات عائلة بيوتي بدبي، فاختار شيرو مشاركة فيديو سفرتهم من السويد لدبي على قناته الخاصة على يوتيوب، فشفنا من خلاله اجتماع الاخوة كلياتهم بمطار دبي ولاول مرة. طيب وانا يعني بس الشعر الحلو ما حطلع. أما جلال فاختار افتتاح مغامرته بدبي بمقلب استفزاز بنارين، واللي ساعدته فيه شيرين. سوف تبعتوا شايفي أصدقائي أنا بدبي. هذا غير التحديات اللي شاركوها مع بعض، مثل تحدي من أكثر واحد واللي نزل على قناة سيدرا، وتحدي الشطة اللي نزل على قناة جلال، وتحدي لا تختار السطل الغلط واللي نزل على قناة نارين. 1 2 3 جو. ومن بين أكثر الفيديوهات اللي أثارت الجدل من بعد وصولهم لدبي كان فيديو شيرو اللي سرب من خلاله رقم نارين على ستوري انستغرام. نارين ما بتقعد عقلي وتضربني وتستفزني ومدريش. نارين قولي آسفة بسرعة قبل ما أنشرك الرقم الثاني. وفيديو كرسي الاعتراف اللي اعترفوا فيه بحقائق صدمت الجمهور وأثارت الجدل آنذاك. ناري لو كان بإيدك إنه تخلي حدا من اليوتيوبرز يترك اليوتيوب نهائياً، مين حتقول؟ فبعد كل هالمقالب ما كان لنارين إلا حل واحد، وهو طردهم من البيت عن مزح. ما حطلع. أما بخصوص الطلعات فعم يقضوا أوقاتهم بأوتيل بدبي ليستمتعوا بالمسبح والأنشطة من هناك، وشفناهم كمان بعدة ستوريهات بمطاعم دبي. أما آخر طلعة شاركوها مع بعض على السوشيال ميديا فكانت سهرة بيخت، فشاركوا هالصورة اللي بتجمعهم ببعض وعلقوا بي من سهرة مبارحة. يلا شوف شوف شوف